أنسة سمراء بهليفاكس يا عمري. فشو كنا عم نحكي؟ والله فتحتولي جروحاتي، وهلا أنا شخص كتير حساس، حساس كتير، صحيح؟ حبيتك كتير كيوت، شكراً. أنسة سمراء يقبرني الأسمر، يقبرني الأسمر يا ملاكي، إذا أنت جاجة أنا بكاكي، صحيح؟ شو أخبارك؟ هلا مريومة. البنات الحلوين ما أحلاهم عن جد، البنات اللي متابعيني، ولا بنت مكيودة، الحمد لله نشكر الله. There really is يعني عم تتمسخر على اللهجة الحلبية. والله يا محمد ليك لا تولي على الفتنة، أحسن ما تاكل كتم. أنا أهل حلب كلياتهم على العين والراس، رحت على حلب شهر ها؟ ما تمنيت أرجع على الشام، شهر قعدت بحلب ما تمنيت أرجع على الشام، على كتر ما حبيتها. وعلى فكرة أهل حلب ما بيحكوا هيك. I like your hair, thank you honey. فإذا بدك تقعد تولع فتنة بتاكل كتم وبتنخرس خالص، لأنه مو جعبة لإني أسمع هيك ناس. شبع حلب هبوشي أبوس روحه لحلب. أنا حكيت إشي؟ لا والله ما حكيت، لا بس بيولعوا الفتنة هبوشة. يعني أنا قاعدة عم أقول إني رحت على حلب شهر ها، شهر كامل ما حبيت إني أرجع على الشام، كانت أحلى شهر بحياتي كلها كلها، بجوز أحلى ذكرياتي بسوريا لما رحت على حلب. والله يا الله ما أحلى هذيك الأيام. أنا بصراحة ما حبيت تطلعي من حلب على الشام، بدك تطلعي برا سوريا. أه والله يا يحيى، والله طلعت بس رماي صحيح بتذكر يعني يحيى، طلعت وأنا يعني غصبا عني طلعت من سوريا. أنا من حمص لك عراسي، والله والله كل سوريا حلوة. لا حيشاكي بس صرمة صحيح. والله لك أكتر شيء، أكتر شيء هلأ الحمد لله إنه طلعنا، الحمد لله يعني إنه نطلع أحسن ما كان صار أي شيء لأهلي. بالعكس كل حكيك محترم، ونحن الحلبية كلنا بنحب نحكي بهاللهجة بس بدنا نضحك مع بعض. يا عمري انتي والله والله يا حبيبي كلنا طلعنا غصبا عنا. ايه والله ايه والله يا انسة سمراء، وما حدا بيقدر هذا الشيء. بيقول ليش مو عاجبتك كندا، ليش طلعت من سوريا؟ والله الواحد بده يطلع كرمال اهله. يعني تخيلوا صاير شيء على اهلي، والله كنت متت، كنت متت صحيح. فالله يعيني اللي حدا خسر له اب، خسر له أخ، خسر أم بالحرب، ويرحم الجميع. يعني بحكي لكم إنه الله بيحبنا. وين بكندا؟ هاليفاكس. عمري يا طاغية، مو كل واحد وظروفه، في ناس كتير خسر ناس بيحبها وطلع كرمال الباقي. صح مزبوط عمري، بس أنا يعني خلص عندي بالدنيا أهلي، أهلي هنن كل شي بحياتي. متقرقع متي؟ إيه بالله مقرقع متي. أنا لهلأ بسوريا. عن جد يحيى؟ في تيك توك بسوريا يحيى؟ How is life in Halifax؟ Not bad، الحياة حلوة بس نفهمها صحيح؟ صحيح المتة بتنحف زهرة النرجس. بتنحف ايه، بتسد النفس عن الاكل يعني مثل الشاي الاخضر. ريف حلب شمالي حدود تركيا، حلو. بس معقول في تيك توك بتنحف ايه؟ I'm from Montreal, I don't like it anymore. عادل ليش ما عاد حبيتها لمونتريال مع انه البلد او المنطقة كتير حلوة؟ You're so beautiful, thank you. قديش صار لك بكندا؟ هبوشة صار لي 5 سنين يا عمري. ايه والله في الك زمان بكندا؟ 5 سنين قلبي عسل. العشق الممنوع بتوقع. تعليق تاني، لسه بتاكل كتم بس هلا ناطرتك، عم بعطيك فرصة. عراسي ريم thank you يا عيسى. Too much people, too much traffic. Okay, عادل. I don't like either. I don't like that either. هلأ بس بتعرف عادل بمنطقتنا اللي ما كان فيها ناس هلأ فيها كتير ترافيك. فالله يعينكم انتو بمونتريال، لأن أنا رحت على مونتريال. يعني بصراحة كتير في عجقة، عجقة وعالم وناس. بجوز بحب المنطقة اللي أنا فيها لأنه ما فيها ناس كتير، منطقة هادية.
أنا بحب هاي الشغلات، مع إني بنت مدينة، بس ما بحب. خلص تعودنا مثلهم، يعني صار لي 5 سنين هون بكندا، تعودت إني أكون لحالي، ما أشوف ناس كتير. صباحو ريم، صباحو أحمد. باتي أنا بكندا. مريومة هلا يا عمري، بعتك بسان جون؟ لا مو بسان جون، ولا مرة أصلا رحت لها مرة واحدة مو لسان جون، وبصراحة ضاق نفسي، متت فيها، ما حبيتها. Thank you عيسى. أنا طلعت صغيرة بعمر 15 ورجعت لها 22، ضليت 3 سنين وهلأ رجعت طلعت. لوين طلعت يا همال؟ بسوريا قصدك؟ ما شفت التعليق جابرييل، ليش مين خسر؟ هو القمر بيطلع الصبح. Thank you أحمد. أنت من وين؟ من سوريا. عالم الألماس الشام، شامية من الشام حضرتي. Is there a business opportunity like Quebec and Ontario؟ عادل إيه صراحة، وأحسن من هونيك. Is it when؟ نحن منتأسف على الخسارة هاي، والله حرام. Tomorrow is my birthday. كل عام وأنت بخير. Happy birthday to you. Happy birthday to you. لا بجيب العيد هلأ. أنا في لندن أنتاريو. حلو، أنا ولا مرة شايفت لندن أنتاريو، بيقولوا عنها حلوة. عايزة اشتاق لك العافية. سبتمبر 13. أوكي حلو. برجك شو يا برجك شو؟ برجك الحمل؟ مساء الخير. مساء النور يا محمد. يا صغير كبرتي كبرتي وعلى القلب حفرتي. أنا الحمل. شو برجك؟ شو نو؟ بلا حمل. أنا برج العذراء. صدمة كبير صح، شهر 9 برج العذراء. لا يا أنا استوعب الفكرة. اوكي ليش انتي مثل برجي فطومة؟ انا الجدي. شو عم كبس لحالي حبايبي؟ كبسوا لنشوف. My mom today her birthday too. اكرام وهي بخير بالإذن. وين بكندا؟ بأي مدينة؟ بهاليفاكس يا مو. عادل thank you. شكرا يا عادل. يا صغيرة كبرتي. ليش ما عم تردي؟ مرام عم ردي يا روحي، بس مو كل التعليقات يا عمري عم تطلع حبيبتي. My daughter first month. عن جد حلو، شرفت معرفة الجميع. I know what you and your friends were doing. No, I'm right now with another word to be honest. مساء الخير مساء الورد. خليلي قلبك، أنا جديد عندك. مرام حبيبتي نورت. سلام سلامات يا يحيى. ويا صغيري كبرتي ببسام. صباح النور. You're so nice. Thank you. مرام كيفك؟ هلا. كنت مع أهلي طلعنا على تركيا ورجعت على سوريا تزوجت، وبعدها جوزي طلع على أرض. Are you sure next this month it's your birthday؟ مساء الخير مساء النور يا جورج. أم محمود هلا والله يا روحي. هلا يا أم محمود.